على للعام الثاني على التوالي وطوال ليالي رمضان يستمر المتطوعون في مدينة سماوة مركز محافظة المثنى ومن أمام حائط أحباب الله بتأمين العوائل المتعففة ببعض الحصص الغذائية بسبب الإهمال الحكومي للطبقة الفقيرة التي تأثرت بسبب غياب هذه الحالة، حال النسوة الذين يقفون في طوابير طويلة. دعونا نستمع إلى بعض معاناتهن. هذا كل شيء ما عندنا، الله وكلك أنا ماكو فراخاتنا بالمدرسة، الله وكلك حتى الماء ضايع لي أنا ماكو. منو يقدر يسولف يمه؟ الله يساعدك. شلونك؟ كم شيء اليوم؟ ليش وقت جايين هنا؟ سونا انا جيت ليش الجمعه وهاي الجمعه. اها والله شفتكم جايين يمه؟ ما عندي انا حتى سكن، ما عندي وكل شيء ما عندي. اي وجيت يعني انا حتى سكن ما عندي، لا بيت ولا كل شيء الخالقه الله، ولا ابو ولا اخو يتيمه. ما جايطون بيوت هم جايطون، اي يعني انا كلك مي غذائيه، اي ما بيها شيء، ما عندي انا، ما عندي. راتب رعايه عندك؟ اي عندي راتب ما يكفيني. ايش قد الراتب الرعايه؟ راتبي 200 الا 4000 ما يكفيني، يعني اعرف انا طبيب عندي، انا عندي شرايين مسدده وعندي التهاب بالرئه، ما عندي ما يكفني. يعني انت هسه قدر ال 200 ال 4000 يكفني البشر شهر كامل؟ ما يكفنا، ما يكفن. وانا قلت لك علاجي يعني كلش علاجي صعب. الله يكون بعونك، الله يكون بعونك. يعني حتى الان النساء تتوافد لغايه الان، الله يساعدك. عيدي لكلامك، شنو تردين؟ هي قلت لك جايين قاعدين هنا على مود هاي من الساعة 2؟ من الساعة 2 بالليل لحد الآن وللستة احتمال نبقى هنا، عارفين جهالنا وبيوتنا وقاعدين بالشارع رايح وراد يتفرج علينا. احنا الماجدات هيجي يصير بينا، طينا شهداء، طينا ولدنا، طينا زلمنا، واحنا بتاليتنا قاعدين بالشارع. زين انتم ما انتخبتوا؟ انتخبنا.